الدورة قامت سمية البغدادي الفنانة سمية البغدادي للفخار وللرسم. دورة يعني ضم كافة الأعمار، عندنا طلاب من أعمار 4 أو 5 سنوات، وعندنا كبار يعني حد 20 25 فما فوق. بالنسبة لدورة الرسم، أنا شخصيا على رسم الأطفال، يعني الدورة نستخدم بها الألوان الخشبي، الألوان المائية، الماجيك، ننمي مواهب الأطفال، نشغل وقتهم. يعني تعرف الأطفال متجهين للتلفزيون والموبايلات أغلب وقتهم عليه، هاي الأمور يعني ما تنمي المواهب مثل هيك أجواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اليوم هو هذا يعتبر كرنفال للأطفال، يقدم قصر الثقافة والفنون في البصرة لأحد الورش الفنية من الفخار والرسم، والتي تقوده السيدة والأستاذة سمية البغدادي. هذا الكرنفال هو عبارة عن العمل على الفخار والفخار، استخدام الفخار للتراث والتاريخ. نتهم الطفل أو نخدم الطفل بعملية كيف يعمل الطين من خلال معرفته للتاريخ العراقي، من خلال الكتابة المسمارية والحروف البابلية. أنا اسمي رسل علي عطيل، راح للصف الثالث متوسط، ومن هواياتي الرسم وأحب أرسم هواية يومية أقعد أرسم. وأجيت الدورة هاي المرة الثانية إلي على مود أطور رسمي. المرة الأولى من أجيت أطور رسمي أكثر وأجيت أطوره أكثر. أتمنى أدخل كلية فنون لأني أحبها وأريد أتخصص بها يعني الشغلة. بالإضافة إلى هذا إنه أهلي شجعوني ودعموني ووفروا لي المستلزمات اللي تفيد للرسم وودوني لهي الدورة على مدة أطول. رأيكم؟ طبعاً أقمنا هذه الدورة، هي مدتها 3 أيام بالأسبوع 3 أسابيع، الوقت مالتها من الساعة 5 لحد الساعة 7. طبعاً الغاية من هذه الدورة اللي هو بالنسبة أنا سويت دورة فخار ودورة رسم. بالنسبة لدورة الفخار الغاية من عندها أول شيء بالنسبة لي أهم شيء هو إحياء التراث، تراث الفخار. لازم تعرف أنت الطفل ما هو الفخار، شنو هو الخزف. أكثر الناس هسه حتى كبار بالعمر ما يعرفون يفرقون بين الفخار وبين الخزف. فإحنا من قمنا هذه الدورة ويجون الأهالي ويا أطفالهم عرفوا من شرحت لهم الفخار شنو والخزف شنو والطين شنو، ساعدهم أول يعني معلومات. بعدين طلعهم دروس، دخلنا طبعا بالبدايه اشتغلنا شكل الاسماك، فشي بسيط ورا ما عرفتهم شنو الطين وشلون يشجون الطين، اشتغلنا شكل السمكه اللي هو ابسط شيء. هذا الاثناء تعلمه انت الطفل شلون يرسم السمكه، يعني معناته استفاد من الرسم كذلك، يعني دخلنا رسم من ضمن الفخار. يعني الالعاب الالكترونيه غزت دماغه، الالعاب شوفها صار محبوس داخل قفص اسمه تليفون، اسمه العاب بوبجي، هاي دمرت عقولهم. شوف هسه عندنا حتى حالات نفسيه كثيره صارت بين الاطفال، هذا كان سابقا ما موجود عندنا، لان كان الطفل عنده هوايات يمارسها، يطلع يلعب يعني يتنفس، هسه ما عندنا هاي المكانات، كلها صارت معدومه. يعني دوره رسم سويتها قسمين، اطفال صغار بالعمر مواضيعهم تختلف، وبالنسبه لكبار بالعمر عندي يعني حتى كبار اكو عندي 15 16 20 سنه موجودين هسه، هذول يعتبرون كموهوبين، دروسهم تختلف عن الاطفال. الغايه من عندهم هم تفريغ الطاقه، يعني يجون في مكان حلو يتنفس فيه شويه. زهراء يحيى ياسين. شاركت دورة الفخار. وانا احب الفخار.
أول